اهلا بحضراتكم مره تانية، والفقره التانية من البيت الكبير. وزي ما اتعودنا معانا اتنين من ضيوفنا الكرام، نقاد على المستوى الرياضي وخاصه كره القدم على اعلى مستوى. هنناقش معاهم حاجات كتير النهارده. هنتكلم على كذا ملف، منه طبعا النادي الاهلي وانجازات الفتره السابقه للمجلس الاداره، وكمان نتكلم على التحديات القادمه للنادي الاهلي. خلينا نرحب بضيوفنا النهارده. استاذ جمال الزهيري، اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن، مشرفنا. الله يخليك كابتن. وطبعا بيتك مشرف بيتك استاذ عبد المنعم فهمي، اهلا بيك في البيت الكبير. اخبارك ايه؟ تمام. اخبارك ايه؟ وحشني، وحشني جدا. اخر مره شفتك امتى؟ من 10 سنين. من 10 سنين في السودان. في السودان مظبوط. مع المنتخب الاولمبي. بالظبط كده. لا فرصه سعيده طبعا. واحنا بس احنا متواصلين دايما. طبعا احنا دايما على اتصال، وعندنا النهارده عايزين نتكلم على كذا ملف بصراحه. اتفضل. بس خلينا نبدا الملف الاول. شفتوا ازاي استاد الاهلي والسلام؟ شفتوه ازاي؟ استاذ جمال بقى. لا لا والله يا منعم، والله ما يكون. بعد اذنك استاذ جمال بقى. استاذ جمال طبعا. انا والله العظيم انا كنت لا اتفضل. هو عايز يقول فرق السن يعني يبقى بلاش؟ لا لا العكس، لو فرق السن يبقى هو. لا طبعا المشهد كان رائع جدا يا كابتن هاني امبارح. والحقيقه انه النادي الاهلي مش محتاج برضو شهاده من حد، لاننا طول عمرنا وبنشوف النادي الاهلي ماشي في خطى طيبة جدا، راسم خريطة معينة بيتطور مع الزمن. ويمكن موضوع الاستاد ده بالذات كان أحد الفقرات الرئيسية في برنامج عائلة الأهلي، اللي هو برنامج كابتن محمود الخطيب والمجلس. وأنا عجبني بقى كمان غير الشكل اللي ظهر والتعاون اللي تم بين مجموعة شركات وطنية، شركة وي وشركة استادات والنادي الأهلي كمؤسسة، والإنتاج الحربي طبعا، والإنتاج الحربي طبعا وصاحب المكان يعني. إنما أنا بشوف إنه أهم ما قيل أمس في كلمة الكابتن محمود الخطيب، إنه هو سعيد بهذا الإنجاز، ولكن هو ما زال يحلم بالاستاد الكبير اللي هو سيتم إنشاؤه إن شاء الله. و يعني الواقعية بتاع الكابتن محمود الخطيب انه ده مش نهاية المطاف، دي خطوة اولى. دي خطوة اولى صحيح، بس على الاقل خطوة تطمن جماهير النادي الاهلي واعضائه ان هم بقى لهم ملعب هيلعبوا عليه اغلب مبارياتهم. صحيح. وده له اهمية. صحيح. كبيرة جدا يا كابتن في مسألة اعتياد اللاعبين نفسهم على انه ده ملعبهم، فبيلعبوا عليه على طول، فبالتالي ممكن ده يأثر على الاداء الفني بشكل جيد. يعني استاذ عبد المنعم، شفت امبارح ازاي؟ انا يعني الجمله اللي وردت في خاطري اول ما شفت الملعب وشفت الاحتفاليه الجميله اللي كانت موجوده، الاسبقيه، وان الاهلي دايما عامل حاجه زي القاطره البشريه التي تقود، او القاطره التي تقود باقي الانديه. الديزل اللي بيخلي كل الانديه تحاول انها تقلده. قناه النادي الاهلي له السبق، استاد له السبق. اي نعم الاستاد ليس يعني ليس كامل الملكيه للنادي الاهلي، ولكن خطوه مهمه جدا زي ما قال الاستاذ جمال في انك انت تعتبر ان ليك ملعب، بدل ما النهارده الملعب الفلاني في مشكله، الملعب ده في مشكله، الملعب الثاني ده في اصلاحات. احنا عندنا في ملعب في مصر بسم الله ما شاء الله الملعب بيتعمل بكره، بعد اليوم الثاني بتلاقي الارضيه باظت ما تعرفش ازاي. فطبعا دي هتدي اريحيه لاداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، انهم عارفين بكره الماتش بتاع النادي الاهلي هيتلعب فين. وده أوه. ودي نقطه كويسه جدا. وزي ما قال الاستاذ جمال برضو، النقطه اللي هي المفصليه في الموضوع كله، انه الاهلي بالتوازي مع وجود هذا الملعب اللي هيلعب عليه الاهلي مبارياته، ان هناك حلم اكبر لابد ان يسير بالتوازي. السير بالتوازي هنا في نقطه حلوه جدا، انه ما فيش خساره ماديه بالنسبه للنادي الاهلي. ودي نقطه، ودي نقطه تدل على ان هناك في النادي الاهلي هناك رجال يفكرون في ان يكون كل يوم في مكسب للنادي وفي مداخل للنادي، وليس دفع اموال لتخرج من خزانه النادي. وده شيء جيد جدا. انت لما تعمل استاد او تلعب على استاد وتاخد فلوس، ده فكر، ده فكر ايه الفكر الروعه ده. في نفس التوقيت بالتوازي مع ده هتلعب، هيبقى عندك استاد كبير. خلي بالك برضو الناس مش واخده بالها، في ناس يقول لك الملعب يا عم ده مش بتاع النادي الاهلي، الملعب ده مش عارف ملك الانتاج الحربي. اه صح،
بس انت عندك جزئيه مهمه ان الملعب بتاعك، يعني خلاص ملعب النادي الاهلي، ملعب النادي الاهلي يعني ملعبك كده. في صور لعيبتك بتاعتك موجوده، اساطيرك موجوده، هو ملعبك فعلا، هو ملعبك فعلا ملعبك. والخطوات الثانيه اللي جايه الناس مش واخده بالها من حاجه، حضرتك لعبت في اوروبا وعارف ان الملعب في اوروبا بيكلف فلوس رهيبه، ميزانيه ضخمه، ناس حاطه في دماغها بقى هات مقاول وشويه اسمنت وشجار مش عارف. لا خلي بالك يا استاذ جمال كمان، خلي بالك انا لما كنت بلعب في المانيا كان حتى اليانز ارينا الموجود دلوقتي النادي اللي هو بتاع مفروض ميوخ، هو بالشراكه مع مونشن 1860 يوم لو لعب بيلعب الجمعه مثلا، مش ملكيه كامله، لا بالظبط، هو سانسيرو الميلان اللي هو بيسموه ايه النيم، يعني هو واخد الاسم نفسه، الاسم نفسه علامه، ما انت علامه. الناس لازم تنتبه الى ان بناء استاد لن يتم في يوم وليله، لا طبعا. فهذه الخطوه مهمه جدا في ان انت تعمل لنفسك ملعب خاص بيك، ملعب بشكل احترافي، ملعب فيه انت بتحس بكيان، اليوفط بتاعتك موجوده، كل حاجه موجوده، ده شيء رائع وشيء جميل طبعا، كل حاجه. وده اللي اكد عليه كابتن خطيب ان دي خطوه، والخطوه اللي جايه، واكد كمان كابتن خطيب ان الفتره اللي جايه لا احنا ومجلس الاداره بيشتغل، وقال كلمه حلوه جدا عجبتني، بيشتغل في صمت لغايه ما الدنيا بالظبط بتوصل وبعدين بيعلن. هي دي يعني نقطه كمان مهمه قوي على فكره برضه، انا يعني تكمله الكلام الاستاذ عبد المنعم، انه الاهلي ما بيتكلمش قبل ما يعمل، ده حقيقي. يعني كان ممكن جدا لو في اي مكان اخر تسبق اليوم الافتتاحي ده عاصفه من الدعايه، انا ما شفتش ده، انا شفت ان مجلس اداره بيعمل فعلا لارضاء جماهيره وارضاء اعضائه وتكمله الصوره الكويسه. ما هو الاهلي عنده بطولات من غير ملاعب، يعني الاهلي طول عمره كان بياخد البطولات دي كلها، يعني ده الفتره اللي بعد الستينات ما شاء الله، يعني لا يعني ما شاء الله في وفره في البطولات، وفره في النتائج، فمعنى ان انت توصل لكل هذه الانجازات من غير ما يكون لك ملعب في ظل ظروف بقى جيد جدا طبعا، كان استاد القاهره هو الملعب بتاعك، لكن احساسك انه مش زي المكان كده، مش زي مكان الحالي اللي هو في السلام. السلام انت تحس فعلا انك داخل النادي الاهلي، حتى لو كان بالشراكه مع طبعا والانتاج الحربي ده طبعا، ده لا 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 يقلل من اهميته. يعني في نقطه حلوه برضو يا استاذ جمال حضرتك اثرتها، اتفضل. الدعايه اذا سبقت الشيء ممكن تيجي باثر عكسي، يعني ممكن تعمل دعايه لحاجه والمنتج تشوفه مش على قد الحدث، اللي هو زي الفنكوش، في بقى عارف انت عملت حاجه ايه، انا مش عامل لك دعايه، انا الدعايه بتاعتي هتكون في نفس اليوم. هو كمان الفكر نفسه، يمكن يعني مجالس ادارات النادي الاهلي على مر العصور، وده اللي بياكده كابتن محمود، ان الناس بتشتغل وبتشتغل بالزبط. في عارفين قيمه الكيان اللي بيشتغلوا فيه، وانك مع شراكه مع مؤسستين وطنيتين على أعلى مستوى، ده بيدل على قيمة النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي. وخلينا نقول إن كلنا كنا سعداء امبارح جدا طبعا. جدا بالمنظر، سعداء بكمان الخطوات إن شاء الله اللي هتتم فيه مفاجآت كبيرة بالزبط. إن شاء الله يعني لسه في خطوات كتيرة جاية، لسه في خطوات تانية أكتر يعني كده، ده يعني بس خطوة أولى الملعب لسه محتاج حاجات تانية كتيرة، وفي خطط معمولة لسه، في خطط تم الإعلان عنها، وفي خطط لما يتم الإعلان عنها، ودي هتكون مفاجآت بالنسبة للنادي الأهلي الإعلام في وقته بالظبط يعني إن شاء الله، مفاجآت للجماهير. لكن الأهلي سباق، يعني ده خلينا نقول الأهلي دايما سباق، القاطرة التي تقود باقي الأندية، فده شيء يعني يحسب اللي هو الديزل، يعني الديزل اللي بيجر القطر كله، الديزل اللي هو الفرنساوي الديزل بقى هو حاجة محترمة. يعني كلنا سعداء بده، لكن أنا كنت عايز أفتح ملف، والملف ده يمكن ما يوازي الأحداث اللي حصلت امبارح. عايزين نتكلم على ملف كلمة يعني ايه انتماء، وعايزين نتكلم على جزئية تانية اللي هو تحديد عقود اللعيبة المصرية في الدوري المصري. أعتقد دول ملفين مهمين جدا طبعا، والناس لازم تفهمها وتعي بالظبط، ومش هلاقي أحسن من حضراتكم إن احنا نتكلم فيها. فمع مفهوم الانتماء ومعنى الانتماء وخاصة لعيبة الكورة، بص يا كابتن، هو الانتماء طبعا شيء لابد منه، يعني مفيش حد وخصوصا في الرياضة بيطلع كده ملوش انتماء، يعني 100% اللاعب لما ينتمي لناديه بيفرق كتير جدا، بدليل ان في لعيبة كتير بترفض ان هي تنتقل من
النادي الأهلي مثلا إلى النادي المنافس، ممكن يروح يكمل تجربته لو هو عاوز يلعب في أي مكان آخر. لكن إذا كان الكلام بينطبق على رمضان صبحي، فأنا تقدير الشخصي أنه رغم أن العرض مغري جدا، إنما أنا شايف أن رمضان كان يجب علي أن يفكر أكثر. يعني يمكن في حالات أخرى، واخد بالك كابتن، زي انا هكتب وراك لان اللي حضرتك هتقوله برضو هنناقشه انا واستاذ عبد المنعم فيه، لان عشان هنفتح النقاش، لان انا ليه وجهه نظر وحضرتك ليه وجهه نظر، ونتناقش في الموضوع لمصلحه المشاهد. يبقى القاعده الاساسيه اللي نقدر نتكلم عنها انه الانتماء ده شيء مهم. مفيش حاجه اسمها لعيب محترف على الاطلاق، خصوصا لو كان في بلده. يعني في خارج مصر ده اسمه مشوار الاحتراف، داخل مصر في احتراف برضو، بس احتراف مشروط بحاجات معينة. انت مرتبط كلاعب في النادي الاهلي يا كابتن هاني بجماهير، وجماهير عريضة حقيقي، وتتوسم فيك ان انت بتحب النادي ده ونشأت فيه، فلازم تفضل لغاية اقصى او ابعد نقطة منتمي ليه. لكن لو جالك فرصة احتراف خارجي، الجمهور ما عندوش مانع. انما هي المشكله كلها في الواقعه الاخيره بتاعت رمضان، ان كل التاكيدات كانت بتقول ان رمضان لن يحترف في مصر، ودي نقطه على فكره مهمه جدا. انا برضو هكتب ونناقش واستاذ عبد المنعم برضو خش معانا في النقاش، هو بيتكلم في نقطه مهمه جدا. لا مش لا عايز لا مش كلام مش قاطع كلام لا انا عايز الحوار مفتوح. انا عايز انا ليه وجهه نظر. بص انا عايز اقول ان الكلام رايح جاي، مفيش. طيب انا عندي وجهه نظر، عندي وجهه نظر تاني. اتفضل اتفضل اتفضل. انا شايف وجهه نظري الشخصيه اللي تعبر عني ان الانتماء اصبح عمله نادره. الانتماء والولاء للأندية أصبح عملة نادرة، والوقائع كثيرة، والوحيد أو الوحيد في منظومة الكرة في مصر اللي متمسك بالانتماء هو الجمهور. الجمهور بيروح يدفع فلوس، الجمهور بيروح في آخر الدنيا ومشاوير، ويروح يشجع اللعيبة، ويروح يبات تحت مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، وفي النهاية عمره ما تلاقي جمهور واحد غير انتمائه وقال لك هشجع بيراميدز مثلا، ولا اشجع الزمالك، لو اهلاوي يشجع الزمالك، ولا زملكاوي يشجع الاهلي، ولا يشجع اي حاجه. ده حقيقي. الوحيد في منظومه الكره المصريه الذي لا يمكن ان يغير انتمائه هو الجمهور. اما اللاعبين فهم اصناف. بص انا اصناف، انا موافقك اصناف، بس خلينا بس اكمل الجمله دي. طب اتفضل. الاصناف ايه بقى؟ في صنف من اللعيبه عندها استعداد وفوري الفلوس تتزغللها كده، مفيش خلاص، مفيش انتماء، ولا تربيت في النادي ولا تربيت حتى جنبي، مفيش الكلام ده. في لعيب تاني، وده ترجع بقى للسن وترجع للخبرات وترجع اللي عنده كام سنه، دي برضو خبرات، خلي بالك ترجع لشخصيه اللعيب وشخصيته. ما انا هقول بالظبط كده. لا لسبب يا زلمه، ما انت عندك في الفتره الاخيره كذا لعيب سابوا النادي الاهلي واعمارهم مختلفه، فاذا بس مفيش عمر صغير يا استاذ جمال خالص. لا في، ما هو حصلت اهي، حصل. ما هو انا ده فاهم قصدي، يعني الحاله بتاعتنا يا استاذ جمال. الحاله بتاعتنا هي اللي هي ايه؟ رمضان صبحي. رمضان صبحي عمل حاله مختلفه. يعني احنا لو جينا نتكلم عن احمد فتحي، يعني راجل قضى في الملاعب سن كبير. عبد الله السعيد نفس القصه. ماشي. ده يدل على ايه؟ مثلا شريف الكرامي نفس الحكايه. ده يدل على ايه؟ يدل على انه شخصيه اللاعب، شخصيه الانسان نفسه، هي اللي بتخليه يا اما يختار اولوياته. يعني النهارده في لعيب مثلا زي ابو تريكه، في لعيب زي، مش هقول الكابتن هاني، خلي بالك في لعيبه معينه. طب خلينا برضو، عشان انا عايز اخش كمان معاكم في النقاش، خلينا نتكلم في دي. هنقف عند جزئيه الشخصيه. نطلع فاصل اعلاني ونرجع مع حضراتكم مره تانية. رجعنا مع حضراتكم مره تانية. قبل الفاصل كان الاستاذ عبد المنعم بيقول الانتماء هو الصفة الوحيدة لجماهير كرة القدم وليست للاعبين. مش هغير رأيي بعد الفاصل برضو. لا ما أنا عايز يعني هنتناقش في نقطة. يعني أنا شايف إن من خلال الفترات الأخيرة ممكن يكون وجهة نظرك أقدر أقول 80-90%، لكن كمان الولاء بالنسبة للاعبين أو الانتماء بالنسبة للاعبين للمكان اللي عايش فيه
ده موجود، ولكن في نماذج من نماذج محمد الشناوي نموذج. خلينا نقول نماذج من اوروبا مثلا، توتي مثلا على سبيل المثال. الراجل ده من احسن لعيبه في اوروبا وفي العالم في وقت معين، ما رضاش يخرج من روما لانه حاسس ان ده بيته. مالديني ملك. عندنا اسماء كتيره جدا. فموضوع الانتماء انا شايف ان هو في الوقت الحالي اعتقد ان هو قل بشكل كبير جدا بالنسبه للاعبين. ده واضح، بتتوقف على شخصية اللاعب نفسه، بتتوقف على نقطة على فكرة كمان شخصية. رؤيته الفيجن بتاعه، انا ببص تحت رجلي ولا ببص قدام بالظبط. احساسه بالمسؤولية، يعني انا دلوقتي ممكن انا دلوقتي هكسب فلوس لكن ما بيبصش قدام. طيب حضرتك اتكلمت في نقطة انه الاغراء المادي كان كبير جدا، وانا قلت لحضرتك انه كان كبير، بس انا مش موافق على الخطوة اللي خدها رمضان. خلاص هو يروح في اي مكان. يعني انا لسه قبل ما ادخل قريت خبر انه نادي هيدرسفيلد عايز يرفع العرض $7 مليون بدل 6، ولسه يعني في كلام. يعني انا اقصد انه من الممكن جدا انه يحصل اي تعثر، ممكن وارد في المفاوضات بشكل او باخر. لسه قاري الخبر قبل ما اجي. يعني فالفكره كلها مش فكره فلوس بس، وخصوصا ان اللاعب لما يختار بعقله وبقلبه، يعني ما هو هنا المفروض ده شخصيه لازم تكون متكامله، يعني مش مجرد ان انت بتطلع مثلا في وقت الصفاء مع النادي الاهلي فتطلع تقول وتغني للنادي الاهلي. طب افتكر الكلام اللي انت قلته، يعني انت فاهم قصدي؟ يعني لازم يبقى لك فلوس بتخلي. لا ما هو ده الفكره، انا بتكلم على شخصيتي ان انت ممكن جدا. انت خلي بالك برضو في نقطه الناس مش واخده بالها منها، ان لغايه دلوقتي ان رمضان صبحي مش ما عندوش تعاقد مع النادي الاهلي، هو مش لاعب النادي الاهلي حاليا. ايوه هو في هيدرسفيلد، هو دلوقتي تحت تعاقد نادي هيدرسفيلد الانجليزي. معار ده لا مش معار، ده اوريدي النادي هو اللي دلوقتي اللي بيملك يوم السبت اللي بيملك رمضان صبحي حاليا هو هيدرسفيلد. لكن الموضوع اتعرض ان النادي الاهلي، خلينا اتكلم بكل وجهه نظري، النادي الاهلي عمل مع رمضان اعتقد حاجات كتيره جدا طبعاً. جدا طبعاً. وده قاله يعني النادي كمان الانجليزي، قال ان النادي الاهلي تفاوض معاه من البدايه بشكل احترافي جدا، صاحب التفاوض الوحيد حتى اللحظه نمره واحد نمره اتنين في وقت من الاوقات ان رمضان صبحي ما كانش بيلعب هناك وكان عنده اصابه وطلب ان هو يجي مصر، كان النادي الاهلي فتح له صحيح دراعه وبيقول له يا رمضان انت ابن النادي صح. تعالى. والنادي الاهلي دفع لرمضان راتبه السنوي خلال سنتين بالزبط. السنتين اللي فاتوا كان النادي الاهلي بيدفع الراتب السنوي اللي كان بياخده هناك. والنمره ثلاثه، وده الموضوع اللي انا كنت حاضر فيه شخصيا صح. ان كان بيقول رمضان خلال الفتره اللي كنت موجود فيها مع منتخب مصر انه نفسه يرجع يلعب في مصر وفي النادي الاهلي علشان يروح منتخب مصر بالظبط، عشان يروح منتخب مصر من خلال النادي الاهلي. وده اللي حصل. فكل الامور، والنادي الاهلي طبعا فاتح يعني فاتح لرمضان. فعايز اقول ان هو النادي الاهلي جابه، كان مصاب وقف على رجله تاني نمره واحد، مرتب سنتين كان بيدفعه له، اول نادي بتفاوض على ضم رمضان صبحي بمبلغ كبير اعتقد صحيح. وصل ل 3.5 او 4 مليون باوند بالزبط. النمره الثانيه ان كمان انت كمان رمضان نزل ان اهلي عالجه وقفه على رجله بسبب كده راح المنتخب الاولمبي وظهر بمستوى جيد جدا، كلنا عارفين طبعا. رمضان فنيا بمستوى يعني هو جيد جدا المنتخب الأولمبي. فكل دوت كل دوت على الشيء المضاد افاجئ بالقرار، واللي افاجئت بيه اكتر ان كمان كل ما كان رمضان بيطلع يقول انا لو مش هلعب في مصر هلعب للنادي الاهلي. ده الكليشيه. ايه التناقض ده؟ الكليشيه اللي بيحطه اي لاعب عايز يروح. خلي بالك اذا اردت الانتماء واذا اردت التوقيع فوقع دون ان تتحدث دون ان تروخ. فهمنا حضرتك؟ او ما تقولش حاجه او ما تتكلمش خالص فيها، يعني ممكن ما تتكلمش. رمضان صبحي انا ممكن ما تقولش حاجه، ما تتسرعش وتقول حاجه يعني. اختار المكسب القريب وترك المكسب البعيد. انا قلتها اول امبارح جمله كده عجبت الناس كلها، انا لو لاعب في النادي الاهلي والاهلي هيديني 30 واي نادي تاني هيديني 60 هختار اللي هو 30. فقالوا لي ليه؟ قلت لهم انا بشتري تاريخ ومستقبل. خلينا في التاريخ دلوقتي. اشتري تاريخ
النادي الاهلي لا يتساوى مع اي انديه اخرى بقى لها 3 سنين ولا 4 سنين، مع الاحترام الكامل لكل الانديه. خلي بالك حقيقي وجود بيراميدز في الدوري المصري خلاني حسيت ان انا في نادي خليجي موجود في مصر. لا والناحية من الناحية الفنية ما عندناش مشكلة، لا أنا بتكلمش عن الفنية بشكل كويس وعامل بشكل كويس، ده يعني احترمنا كل الأندية. لا يعني بتحدث يعني بنتكلم في جزئية مهمة جدا، ده نادي نحترمه، ما فيش مشكلة، وعنده إمكانيات يقدر يشتري، ده وارد وإحنا ده مش مشكلة يعني. مرحبا بالمنافسة يعني، أهلا بالمنافسة. قيمة رمضان صبحي كمان يعني أنا شايف إنها كمان ممكن تسوى أكتر من كده كمان، تمام. لكن أنا بتكلم على إن هناك نادي أصبح يعني لديه من الامكانيات الماديه يعني ايه، مش يعني كل نادي حر يصرف فلوس زي ما عايز، بس اين التقييم الموضوع للاعبين في الشراء والبيع؟ لا ما هو بيقيمه صح، هو عايز يشتري زي ما بيعرض ان هو يشتري عبد الله السعيد، بيرصد في ظل عدم وجود نظام بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه. بالظبط، سقف للتعاقدات ونظام. كابتن انا بتكلم يا استاذ جمال، انا لا اتحدث عن رمضان فقط. لا من عارف انت بتتكلم، انا بكلمك على اي لاعب كابتن بيدرب في الدوري المصري وفي لعيبه سعرها لا يساوي 2 مليون و3 مليون، وتروح وتخش على الترانسفير ماركت الموقع الالماني المعروف طبعا. وكل لعيب ليه سعره، تروح مثلا لرئيس نادي سموحه يقول لك 30 مليون جنيه ليه، تروح للمقاصة 40 مليون جنيه ليه؟ اصل ما يعني ما هو بقى هو بيعتمد على جزئيه انه يعني ايه يعني بائع عرض جيد عرضه بائع وطلب. جيد وهو بيبيع ايه، يقول لك انا مش محتاج فلوس، ولا عايز يشتري ما يشتري. مش ده اللي حصل مع سموحه، وده اللي بيحصل مع مصر المقاصه، وده اللي بيحصل كان في انبي لما انت كنت ماسك انبي، كانت اللعيب انت تتخيل ان اللي في لعيب 48 مليون جنيه ليه؟ ما هو ده اللي بكلم حضرتك عليه، دي جزئيه برضو ملف تاني، انه ده ملف خطير جدا. ايه المعايير اللي بيتقاس بيها اسعار عقود اللاعبين؟ خلينا نقول عقود اللاعبين، لا هي طبعا متروكه تماما، يعني زي ما بيقول الاستاذ منعم مفيش معايير مكتوبه، وانا بعتقد كمان انه لا يمكن ان يكون هناك معايير مكتوبه، لسبب انا لو عايز اشتري رمضان صبحي ب 80 مليون واللوائح والقواعد الموجودة بتقول أعلى سعر أو الراجل ده تقييمه 40، بس رمضان على فكرة حديله قيمته السوقية، أنا أسف أقول لك أيوه، ما أنا عارف أنه من أعلى القيم السوقية، يستحق القيمة السوقية على لاعب في مصر يعني. ده تمام، أنا ده بتكلم على رمضان، خلينا إن جنرال بنتكلم عقود اللعيبة، أنا بتكلم على عقود اللعيبة، إن أنا ممكن أديك النهاردة هدي عبد المنعم فهمي 40 مليون حسب اللوائح، 30 انا موافق ماشي، بس في نفس الوقت من في انت عندك هنا حاجه اسمها من تحت الترابيزه. لا ما هو من تحت الترابيزه دي على فكره يا استاذ جمال، ماشي استاذ جمال، هو في معايير هو في معايير يعني في معايير تقدر تحطها، عندنا خمس ست معايير ممكن تحطها عشان تقيم اللعيب ده. معيار هقول أربعة منها، المركز مركز اللعيب بيختلف سعر يعني ده معيار، انك حارس مرمى مدافع طبعا المهاجم هو اعلى قيمه المفروض يعني بالزبط. تتكلم على المركز، تتكلم على السن، تمام، نمره 2 السن الصغير طبيعي يبقى عقوده اعلى شويه، ما الكلام ده طب ما احنا يعني ما انا هقوله لك موجود على الترانسفير ماركت، حلو ماشي، انا بكلمك على المعايير المفروض تتقاس عليها بيها. نمره 3 انت بتحط كمان معايير على ده خريجي اكاديمي ايه جاي طالع من مدرسه كره ايه، للاسف ما كل ده هو ده صح، عندك 4 كمان، عندك المعايير اللي انت بتاخد الفيجن بتاعه، انت لعبت دولي ولا لا، عندك انجازات ايه، كسبت ايه يعني. اسمح لي، كل اللي حضرتك بتقوله ده اللي هو الكتاب بيقول عليه يعني، لو في كتاب موجود يا استاذ جمال. لا موجود، بس في حاجه اخرى بتدعو اللي هي دي موجوده في مصر بقى، اللي هي ايه، ان في لعيب ده في انديه بتتدخل عشان تطفش لعيب من النادي الاهلي، يعني مثلا يكون انا مش عايزه بس المهم ان اللعيب ده ما يقعدش في الاهلي، فبيروح يتفق مع نادي تاني زي مثلا سي اي نادي مش هقول اسماء، عنده القدره الماليه فروح اشتري اللاعب ده، هو يعني داخل فيها كيد شويه، اللي هو ايه، ان في لعيب مستواه وصل الكيد ان تدفع فلوس زياده عشان تكيد، ايوه لما تكون لا ده رياضه كده استاذ كابتن هاني، الموضوع في الموضوع في خلل، اكيد في خلل، ما في خلل كده، هو طبعا خلل، انا بقولش انه ده صح، لما تكون الفلوس كتير ماشي
بتدفع بأي سبب. يعني في لعيبة حتى جوم النادي الأهلي جوم بأسعار أعلى من سعرهم حقيقي مش كده ولا ايه؟ حقيقي وعملوا علشان المنافسة أعلى من التقييم الطبيعي. خلي بالك أنت كمان، أنت كمان أستاذ عبد المنعم أنت بتتكلم في الدوري المصري، مع احترامي طبعا للدوري المصري غير الدوري، غير الدوري الألماني، غير الدوري. قيمة السوقية حاليا 129 مليون يورو. حلو. أنت بتتكلم على رقم النادي الأهلي اعلى قيمه سوقيه الان، ثانيا بيراميدز بعد ما المفروض ينضم له كده رمضان صبحي، والثالث الزمالك. فلازم الماركتنج بتاع اللعيبه يتناسب كمان مع حجم تسويق الدوري نفسه. احنا بنتكلم برضو على حاجات اساسيه. طبعا في خلل، في خلل، والموضوع هيفضل شويه، هيفضل شويه، لكن انا بتكلم على موضوع ان الانتماء دوت خلاص. انا اعتقد ان انت محق جدا ان موضوع الانتماء هو الجماهير هي المنتميه بشكل كبير جدا، ونوعية اللاعبين بقوا أقلية كتيرة جدا. خلينا نتكلم ما بين بس نماذج وما بين قوسين في العصر اللي احنا فيه ده، لان العصر الماضي ما كانش فيه كمان فلوس بالزبط. كتير نقدر نقول بالزبط. ما تحطناش انا منهم بالزبط. ما تحطناش تحت تجارب ان انت تاخد فلوس كتير، لكن كان انتماء موجود بشكل كبير جدا، وكان الانتماء للبيت او الانتماء للكيان كان اكبر بكتير جدا من الوقت الحالي، ويظل الجماهير هي صاحبه الانتماء الصافي. النقطه الثانيه اللي بنتكلم فيها ان احنا بنقيم ازاي، والناحيه الثانيه ان مش عايزين نحط امثله قدامنا ونقول. يعني انا كنت سعيد جدا طبعا بوجودي امبارح في الاستاد، لكن عايز اعرف شعوركم ايه مع قرايه اول خبر، وانتوا طبعا يمكن عرفتوا قبلينا، كان شعورك ايه؟ يعني خلينا نتكلم كرجل ناقد رياضي. رمضان صح. انا الحقيقه حسيت بان الموضوع من اوله ما كانش فيه الصراحه الواجبه. من اوله من اول ما كان فيه مفاوضات وتصريحات الناس القريبين من جانب رمضان، تصريحات الناس لا النادي الاهلي مشي في المشوار في الاتجاه السليم بتاعه، بالشكل اللي هو اللي زي ما حضرتك بتقول عليه، ان هو بيتفاوض مع النادي اللي هو واخد اللعيب منه اعاره، اللي هو اصلا النادي الانجليزي، فهو ماشي في الاجراء ده بدليل ان ده الاجراء الوحيد اللي مشي بشكل رسمي لغايه النهارده. طب على الجانب الثاني، على الجانب الثاني انا بتكلم على التصريحات اللي اتقالت من المنتمين او القريبين من رمضان صبحي ومن رمضان نفسه. الموضوع ما كانش فيه صراحة، يعني كان فيه نوع من قنابل دخان كده بتترمي عشان حاجة تانية تحصل. فأنا شايف ان ده مش مظبوط. انا اللي اعرفه انه في عالم الاحتراف لما يبقى لعيب هيمشي يبقى صريح واضح ويلعب لاخر مباراة لغاية النهاردة بالزبط. لو عنده مباراة النهاردة يلعبها وتاني يوم يبقى في مكان تاني. احنا عندنا يا كابتن هاني الاحتراف مشوه الى حد كبير، ما هوش الاحتراف بمعنى، يعني مثلا هو اسمه الاغتراف حاليا. وتلاقي اللاعب يقول كلام وتاني يوم يعمل عكسه، انت مش مجبر. طب يعني حضرتك اتخضيت او اول ما جالك يعني ما جالك الخبر قلت لا الحمد الموضوع لله شعري وقف الموضوع من الاول ما كانش ماشي صح من جانب المقربين من رمضان. مفاجئ سيئه. استقبلت الخبر ازاي؟ استقبلت وانا حد قال لي ده رمضان صبحي راح بيراميدز. اندهاش طبعا، اندهاش لان كل وانا ازعم ان مصر كلها كانت مندهشه لهذا القرار. مقدمات غير الناس كانت كلها رايحه في اتجاه واحد، والاعلان كله اتجاه ان النادي الاهلي خلاص جاي رمضان صبحي، ورمضان صبحي مستمر في النادي الاهلي، لكن القرار يروح بيراميدز خلاني ما اخدش الصدمه واقرا واشوف واكلم واعرف لغايه ما اتاكدت من الخبر. يعني برضو استاذ جمال استاذنا احنا مش بناخد الصدمه على طول كده، بنسال الاول عشان خاطر ايه نتاكد من الخبر. فلما اتاكدنا من الخبر قعدنا ندور في الكواليس. لا الكواليس فيها حكايه. طب قول لنا جزء من الكواليس عايزين نعرف. لا مش جزء من الكواليس، هي فيها عدم شفافيه زي ما قال الاستاذ جمال، فيها عدم احترافيه برضو زي ما قال، فيها عدم يعني احترام للبيت الكبير، احترام للمكان، احترام للكيان اللي عملك، احترام لكل المعطيات اللي كانت موجوده.
رمضان صبحي انا يعني انا لو لاعب في سنه وفي وضعيته انا هختار النادي الاهلي مهما يكن يعني يعني ده مش محتاج كلام. لكن اذا كنت انت فضلت المال فشكرا جزيلا ومع السلامه. وخلي بالك في حاجه استاذ جمال قال جمله خطيره في بدايه الحلقه او في جزء من الحلقه بعد ما عدت قال لك ان ممكن الصفقه تنقلب. هي صفقه بالنسبه للنادي ماذا بعد يعني طب خلينا ماذا بعد ديت أيوة. مهمة قوي ماذا بعد برضو نروح فاصل إعلاني ونرجع نشوف ماذا بعد مرة تانية. وقفت مع ضيوفي عن ماذا بعد أستاذ جمال ماذا بعد وماذا لو هقول لحضرتك يعني لو في كلام دلوقتي أنه المفاوضات أو صفقة الانتقال لرمضان إلى بيراميدز لسبب او لاخر ما حدش عارف الظروف ايه. هل هو وقع لغايه دلوقتي ما سمعناش بدليل. بقول لحضرتك انه في كلام من النادي الانجليزي انه بيفكر في رفع المقابل اللي هو عايزه. بس على اي اساس يرفع؟ هو صاحب البيع. هو صاحب البيع. هو صاحب البيع. صاحب البيع. هو حدد رقم معين. لا ما هو دلوقتي هو حدد مثلا مع النادي الاهلي وطب يعني اربعه مثلا ثلاثه حاجه اوكي والنادي الاهلي وافق وبعت له موافقه. جه اللاعب قال لك انا مش موافق على العرض ده. راي اللاعب مثلا يقول لك انا مش موافق. في خبر نازل انا شايفه على موقع احد المواقع المصريه يعني في الجول تقريبا انه رفعوا سعر ان هم طلبوا المدير الرياضي للنادي بيقول ان هم هيرفعوا سعر اللاعب الى 7 مليون دولار ماشي. فاذا حصلت مشاكل 7 مليون ده يرجعنا بقى النقطة بناء على اي اساس تم تسعير اللاعب. النقطة اللي اتكلمت فيها يعني اللاعب ايه اللي حصل من امبارح للنهارده عشان يزيد 3.5 مليون؟ هو صاحب السلعة بس احنا بقى نتكلم فانت بتكلم في اوروبا بقى واللي كل حاجة لها معايير. كمان خلي بالك انا بنتكلم في اوروبا ترانسفير ماركت. ما هو خلي بالك اللي بقوله دوت مفيش احنا بنتكلم انه ممكن جدا اقيم لكن مفيش سقف مفيش عرض وطلب. موضوع عرض وطلب بحت. لكن انت بتتكلم انت كنادي ممكن اقول لك انا عايز في رمضان 10 20. مش هيجي له العشرين زي مصر. هنا انا عايز اقول جمله. الفرق ان هو هناك جمله بسيطه. لا اتفضل. انا ازعم وارى ان صفقه رمضان صبحي بالنسبه لمشواره مع النادي الاهلي انتهى. ما هو طبعا انتهى تماما. ده مش تزعم. ما هو لا ما هو أكد ما, بقى. ما انا عايز اقول حاجات. هقول لك ليه انا لسه هكمل بقى جمله. ما هو ده في ماذا بعد. ليه بقى يعني وصل ل 7 مليون وصل ل 10 مليون وصل الاهلي ليس طرف في الموضوع والمساله انتهت وهو حر بقى يروح بيراميدز يروح اي نادي يروح اي حته هو عايزها. وده خلي بالك جزئيه تانية لو حصل الكلام ده يبقى تطور جديد في الاحداث والايه اتقلبت مره تانية والحكايه. ريت محمود يشوف لنا الخبر يعني لو كان كده يبقى الامر خبر على موقع تقريبا امر خطير جدا. هو انا قريت قبل برضه قبل الهوا بشويه لا قبليها بشويه قريت ان النادي الانجليزي بيقول لك لغايه دلوقتي النادي الوحيد والنادي الاهلي هو من امبارح كلام النادي الاهلي من امبارح وحتى هذه اللحظه ليس هناك عرض من بيراميدز وقالوا هم هيتفاوضوا خلال الايام الساعات المقبله مع النادي بتاعه. لكن دلوقتي انت بتتكلم في جزئيه ان الجماهير نفسها خلاص المساله خلصت خلاص بالنسبه لهم جمهور النادي الاهلي. انت عارف اي لعيب يفكر مجرد تفكير في الخروج من بوابة النادي الأهلي إلى منافسين فليست لك أي رجعة ليس هناك أي خط لرجعة الموضوع. وكمان مع تعديل هيدرسفيلد رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان وهذا موقف المفاوضات. ده في الجول تمام. أوضح مارك ديفلين المدير التنفيذي لنادي هيدرسفيلد تاون موقف مفاوضات ناديه مع بيراميدز حول رمضان صبحي. وقال الرجل في تصريحات للموقع حتى ليلة الأربعاء وصباح الخميس كان العرض الصبح كان العرض الرسمي الوحيد الذي وصلنا من الأهلي. لم يكن شيء قد وصلنا من بيراميدز. وأضاف لم نكن نعلم أي شيء عن اهتمام بيراميدز أو كذا. يبقى كده إيه ثواني شطارة بقى شطارة بحاجة لتلقي عرض رسمي من بيراميدز لمناقشة الأمر واليوم وصلنا عرض منهم بالفعل. المدير التنفيذي قال نقيم رمضان بسبع ملايين جنيه استرليني. عارف ليه قبل ما اقرا اقول لك ليه قبل ما اقرا الخبر بيقيموا لا بيقيموا رمضان اعلى لانه هو حاطط سعر رمضان صبحي 3.5 مليون باوند للنادي الاهلي. النادي الاهلي دفع مرتب رمضان صبحي لسنتين. ايوه فانا مش معقول انا حاجه ادفع مرتب لعيب سنتين
واروح اديك عندما تتفاوض مع نادي اخر الامر اختلف. بيقول حاجه برضه كده بالظبط، بيقول نعم يوجد لدينا عروض اخرى من اجله. ده بعيد عن الدوري المصري. هل تنوون التواصل اكثر مع بيراميدز والتواصل للنقاط مش عارف ايه منذ حدث؟ قال بالطبع ننوي التفاوض ومناقشه العروض، لكن على عرضهم ان يكون اكثر عقلانيه ومنطقيه. بالظبط، لسنا مضطرين لقبول عرض قليل، ننتظر عوده اللاعب لينضم يوم الخميس. كلام خطير. بالزبط. ايوه طبعا طبعا، ده معناه ان الايه اتقلبت خالص. مش الايه اتقلبت، هو الناس فاهمه برضو غلط. الدنيا هو اللاعب ما راحش بيراميدز كده يا استاذ عبد المنعم. هو الناس افتكرت ان كهربا ان سوري ان رمضان راح بيراميدز امبارح. بيراميدز اوريدي واتفق ولكن الطبيعي ان لغايه الوقت دوت على قوه، والناس بتطلبه تعالى عشان ترجع لنا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان برضو فاكرين ان لو بيراميدز اشترى رمضان هيشتريه بنفس القيمه اللي النادي الاهلي اشترى بيها. لا طبعا، لا دي برضو طبعاً. نقطه الناس لازم تفهمها. هم غيروا رايهم كمان، رفعوا السعر من حقهم. ما هو قلت لك ليه رفعوا السعر من غير انت ما تقول. النادي الاهلي برضو الثاني، دي نقطه مهمه جدا ولازم الناس تفهم ان النادي الاهلي فعلا وقف جنب رمضان جدا 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 على المستوى المادي. كان بيديله عقد لمده سنتين نفس الراتب اللي بياخده من انجلترا. على المستوى المعنوي لا، رجع مصر وفتح البيت. على المستوى الصحي وقف جنبه ووقفه على رجله وراح منتخب اولمبي وظهر بشكل رائع، كلنا كنا مبسوطين بيه. ده النادي الاهلي، ده اللي عمله النادي الاهلي. على المقابل الاخر ان كان في، بتكلم بكل امانه ده رايي، على الناحيه الثانيه كان في وعود من رمضان ومن وكيل رمضان ان لا، لو رمضان صبحي ما سافرش مش هيلعب لنادي تاني غير النادي الاهلي. هو ده اللي مضايق الناس، انك ما تطلعش تقول تصاريح وتوعد بحاجه. هو ده درس تاني للانديه. خلي بالك، ما ينفعش اي حد دلوقتي، اي عضو، اي مجلس اداره يا استاذ جمال يصدق اي لعيب. خلاص بقى خلاص، انت اديتني درس قاسي. ايوه صح، وده مش صح. اي حد. انا ازيدك هتيجي تتكلم لا، انا ازيدك من الشعر بيت في نفس الاطار دوت، انه ما بقى برضو كلمه ابن النادي بقت تستفزني جدا مع الاسف الشديد. معلش، مع احترامي، في ابن النادي الكويس، ابن النادي اللي بيخاف على ناديه، بس كمان مش كل ابن نادي بيطلع يعرف قيمة ابن النادي. ده حقيقي. مش برضه خلينا واقعيين، ما انت عندك امثله كتيره، ودي ترجع للعقليات يا استاذ جمال. نرجع للنقطه الاساسيه، العقليات والمؤثرات الخارجيه. في نماذج كتيره جدا. خلي بالك حضرتك برضه، انا ممكن تكون عقليتك انت عقليه يعني واعيه، ولكن في زن. صح، خلي بالك، ما هو انت ممكن تلاقي حد بيزن عليك وتتاثر بهذا الزن. انت عندك سؤال مهم ده. عندي سؤال. خلي بالك انا ما جاوبتش على السؤال بتاع انا عندي سؤال ما جاوبتش عليه. لا، هو السؤال الثاني اللي بص، عشان بنتكلم والدنيا مفتوحه. في ناس تقول لك طيب انت لو انت نفسك كشخص جالك انت بتشتغل في شركه، خلينا نتكلم بروفيشنال، انت بتشتغل في شركه، الشركه دي عرض عليك في السنه 10. هو جاوب عليه على فكره، انا لسه ما جاوبتش. لا يعني عرض عليك 10. انا عايز اجاوب عليه. جت شركه ثانيه قالت لك لا انا هديك في السنه 20، هتعمل ايه؟ بص يا كابتن، هو انا بقول انه الرقم مرعب بالنسبه للاعب. مش مرعب ده، ما انا بقول لك رقم مغري رقم جدا. تمام، بس في امور بتتحسب كتير جدا. بالظبط، يعني هو ده الفرق. انا مش مستكتر على رمضان ان هو يجي له عرض بهذا الشكل، بس زي ما حضرتك قلت واتفق معانا الاستاذ عبد المنعم، شكل الجانب اللي بيخص رمضان اثناء الفترة اللي فاتت كلها كان بيطمنك قوي ان هو موجود في النادي الاهلي في مصر، يبقى في النادي الاهلي ماشي، الا اذا اعتبرنا ان بيراميدز في قطر. نضرب مثال انا وانت حلو للكابتن هاني. اتفضل استاذ جمال، لو جاله عرض مثلا من احدى المؤسسات الصحفية الكبرى في اي مكان، هفكر برضه. هيفكر والله؟ هفكر. لا بس ثواني، وانا معاه احنا الاثنين هنروح، بس ما نسيبش مكاننا ابدا على سبيل يعني الإعارة. انت في الآرام انا في الاخبار، على سبيل الإعارة اروح، بس مكاني احافظ عليه، لان انا بحس بقيمة المكان، انا بحس بقيمة الهرام. في فرق كمان، انك بحس بقيمة الاخبار. ده اللي بكلمك انت في مؤسسة. بالظبط كده، مؤسسة كبيرة. مش مكان، مش كل حاجة بتتقاس برضو فلوس يا جماعة. أيوة. انا دلوقتي وبعد كده في نقطة تانية مهمة قوي، نقطة مهمة جدا. هيقول لك يا عم كل حاجه بالفلوس، تمام ماشي، كل حاجه بالفلوس اليومين دول، لكن النادي الاهلي عرض على رمضان صبحي مبلغ، انا شايف من وجهه نظري كبير، انه مبلغ كبير جدا. والفارق هياخده بعد كده.
تالت ومتلت. الفارق كمان مش كمان هياخده يا استاذ عبد المنعم، ده الفارق انت بتتكلم في تاريخ ومؤسسه، تاريخ انت بتنتمي طبعا لمؤسسه كبيره، بتنتمي لكيان كبير. واحنا ما جاتناش عروض والكيان. واحنا صحفيين جات لنا اكيد بس ورفضنا، بس ما تخرجش من والله مرفضنا يعني، بس ترجع تاني لو خرجت هبقى في مؤسستي وادفع تأميناتي وارجع على حتى لو رجعت من الصفر بالظبط، بس في مكاني ده ده ده. انا بقى انا بحب المكان ده، بحب اسم الاهرام زي ما الاستاذ جمال بحب اسم الاخبار. في ناس تانية هتقول لك طب اشمعنى هتطلعوا احتراف بره، في ناس استقالت من اماكن احتراف بره مختلف بقى. اتفضل كابتن. اتفضل. دي فيها زي ما بقول لحضرتك مش ناحيه ماديه خالص، ده بيسموه سنس او كومن سنس. صحيح صحيح. انا دلوقتي احساسي ايه بان انا لغايه امبارح عمال اقول، وده الاغنيه اللي شغاله دلوقتي على الفيسبوك ايه؟ اغنيه انا ابن النادي، انا ابن النادي ومطالبه بانها تتشال. انت فاهم قصدي؟ لا، مساله ان انا يعني مثلا ممكن احمد فتحي انا ما ازعلش منه قوي. احمد فتحي طول عمره واضح عملي، بدليل ان هو ساب الاسماعيلي وراح الاهلي وساب الاهلي وراح عبد الله السعيد نفس القصه. عبد الله السعيد نفس القصه. لكن انا بتكلم بقى في لعيبه دايما كنا نقول كده، دول فعلا الجمهور بيتعامل معاهم مراوغون. لا، بيتعاملوا معاهم على ان دول مثلا حازم امام في الزمالك مثلا، حازم الكبير حازم الكبير في الزمالك، انت تخيلت في يوم من الايام انه يبقى في الاهلي؟ لا خالص ابدا. مش عشان حاجه، هو اسمه ارتبط بالنادي الزمالك. ده حقيقي. مثلا هاني رمزي، حسام حسن، كل الناس دي ما كانوا يتمنوا كلهم يكملوا في النادي الاهلي. اختلاف الظروف، انت جالك احتراف وسافرت وحسام ما تجددلوش. لا، في اسماء زي ما انت بتقول كده مرتبطه بالكيان. توتي، روما، مالديني، ميلان. خلي بال حضرتك في الناس اللي زي دي بتبقى لن تستطيع سواء برغبتها او بدون رغبتها ان تتحرك من مكان. لان مثلا هضرب مثال، مثلا لعيبه يعني لعيبه كتيره رفضت انها تحترف خارج مصر لانها خلاص اسمها ارتبط بالنادي الاهلي، ارتبط بجمهور النادي الاهلي، فلو مشيت كارثه كبيره. لكن خلينا نقول ونكون واضحين ان ما فيش واحد كان بيعتبر رمضان صبحي مراوغ. لا ما بقولش كان الامور بس فيها اي حد بيخطط له، حد بيتكتك له، حد بيقول له على حاجات معينه تعملها. ما هو ماشي، هو تكتكه برضه، تكتكه فالتكتكه طلعت مش تكتكه خاطئ. هو بالنسبه له، خلي بال حضرتك، هو التكتكه بتاعته بالنسبه له صحيحه وبالنسبه للي تكتك له هو صح بالنسبه له. الراجل بيفكر في المال بس، من كل واحد حر يفكر في حياته أنا كما تحلو له. انا موافقك تماما. ودايما خلينا نتكلم برضو، احنا انا هفضل ابن النادي اللي مرتبط بالنادي والكيان، والنادي الاهلي في وجهه نظري تعامل بكل احترافيه في كل الملفات من خلال الفتره اللي فاتت، وخاصه ان النادي الاهلي وكلنا عارفين مقوله كبيره جدا، والنادي الاهلي عمره وقف على لاعب، والنادي الاهلي عمره وقف حتى ما خليك على بدل اللاعب على اي نقطه بقى. دي نقطه حضرتك بتسيرها مهمه جدا. الاهلي مر على مدار تاريخه ب 500 ظرف من هذا النوع، اللعيبه اللي مشيت واللعيبه اللي عملت واللعيبه اللي كذا. الاهلي بياخد البطولات ولا لا؟ الاهلي طبيعي. ليه؟ جه عليه مدربين مصريين واجانب وبرتغاليين والمان واسبان كل حاجه، بياخد بطولات ولا لا؟ ليه يا استاذ جمال؟ لانه في معروف احنا ليه في سيستم، وفي نظام. ده في حاجه تانية كمان، النادي الكبير لا يقف على لاغي. بس النادي الكبير لا يقف على لاغي، مستحيل طبعا. مستحيل. هنكتفي بهذا القدر مؤقتا وزي ما اتفقنا مع يعني ضيوفنا ان النادي الاهلي عمره ما هيقف على لاعب، وعمره ما هيقف على اي حد بينتمي ليه. النادي الاهلي كيان، النادي الاهلي احنا اللي يكون لنا الشرف ان ننتمي ليه، النادي الاهلي هو اللي عملنا. ويمكن برضو يعني هختم فقرتي مع ضيوفي بكلمه قالها الكابتن الخطيب، خير النادي الاهلي على الجميع. اشكرك يا استاذ عبد المنعم، بجد شرفتنا ونورتنا. قريت التويته بتاعت انيس بوجلبان؟ طبعا. طبعا 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 تقراها والنبي. تيشيرت طب الاهلي. استاذ جمال هنشكرك، واقرا التويته. اللاعب العادي لاعب سوبر. تيشيرت الاهلي هو من يصنع النجوم، وجمهوره هو صانع الاساطير. حب الجمهور لا يقارن بشيء. هنيئا لكم بالمال. الاهلي فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع. ده راجل فوق الجميع. اشكرك. الاهلي فوق الجميع.
نطلع لفاصل، وبعد الفاصل أبو مسلم نجم النادي الأهلي معايا أنا وسام بعد الفاصل.